الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا. لا، دون ما ذكره من معايش الدنيا. التبويب الإمام النووي، وفيه نظر، فيه نظر. والإمام النووي طبعا رتب هذا الحكم، قال: إذا جاءك الكلام من المسلم على الشرعية، على التشريع، خذه سمعا وطاعا، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فإيش، فنهيتكم عن شيء فانتهوا فاجتنبوه. وهو يقول: وأما معايش الدنيا فلا، أنت وجوبا لابد أن تمتثل لنبيك صلى الله عليه وسلم شرعا في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية لا تمتثل. الكلام فيه شيء من الصحة، هو صحيح لكن فيه نظر. ما النظر الذي فيه؟ نقول: ليست المسألة على كلية أمور الدنيا. هو طبعا الإمام النووي يعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال في تأبير النخل: قال أنتم أعلم بإيه؟ بأمور دنياكم. لأن القصة عندنا لما سيقرأ في الحديث: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوهم إيش؟ يلقحون، فسألهم: ماذا تفعلون؟ فقالوا له: على تأبير النخل. أو قال: لو تركتم ما أظن لو تركتم ذلك يعني يجدي، أو فعلتم ذلك يجدي، فتركوه ففسد. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظننت ظنا أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقالوا: إذن كل الأمور الجوانب الدنيوية لا يلزم الإنسان العمل بها. نعم. وهذا فيه نظر، ليس الأمر على العموم، ليس الأمر على التعميم. قال: دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، وذكرنا كثيرا، ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا القتيب، وهو شيخ فحل ثقة ثبت، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وأبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري من هو؟ فضيل. الفضيل، فضيل ثقة ثبت، وهو مقرون بثقة ثبت، وهذا تثقيل للإسناد. نعم. قال: وتقارب في اللفظ، وهذا حديث قتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن الأشكري. أبو عوانة ثقة ثبت فحل، لكن أخذ عليه بعض، يعني بعضهم انتقده فأنه صحيح الكتاب وأيضا في آخر عمره كلام، لكن هو في المجمل الوضاح أبو عوانة ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. عن سماك. سماك بن حرب فيه كلام كما قلنا، البخاري تجنب الرواية عن سماك، وسماك أخذ عليه العلماء التلقين، وهذا الذي طرحه ابن حزم، طرحه من أجل ذلك أنه قال سماك، أي إسناد فيه سماك يطرحه ابن حزم طرحا لا رحمة فيه، ويقول كان يتلقن، يمكن هذا التضعيف فقط. طب وماذا بعد؟ حتى لو كان يتلقن وماذا بعد؟ وهو وافق الثقات، والحق بأنه ثقة، لكنه مضطرب جدا في روايته عن عكرمة، مضطرب جدا في روايته عن عكرمة. قال: عن موسى ابن طلحة. موسى ابن طلحة عن من؟ عن أبيه قال: مررت عن رسول الله. هو عمت موسى ابن طلحة من رجال مسلم، هو جاوز القنطرة برواية مسلم له من التابعين. عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه. طلحة الخير، لما تأخرت؟ فأنا أسألك بقى فيما فاتك: بيع اللبن باللبن والرطب بالرطب، ما القول فيه؟ إذا جف ما كان، ما لم يكن تمرا ولكن كان رطبا، هذا جميل شيخ. إذا جف كان عسلا، كان تمرا. طيب وإيش فيها؟ إذا بيع الجنسان مختلفان في الجنس وفي إيش؟ وفي العلة. طب كيف التعاقد؟ ولن تدري. وهذه المسائل صعب أن تدريها إلا أن تتقن بها. طيب قل لي القاعدة الربوية كيف تنخرم أو لا تنخرم في قولهم قالوا العلم بالتفاضل كالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ومثلها على مد عجوة ودرهم مع مد عجوة وثوب. لا هذا العلم علم، شوف، إنما الفقه البيوع بالذات لا يتعلمها أحد إلا بالسماع، ما يستطيع يتعلمها إلا بالسماع. ما فاتك لا تستطيع أن تستدركه، فقط أنا أبين لك ما فاتك فقط. انتهينا عند الكلام على العرية، تعرف ما معنى العرية؟ مالي؟ هات
لو كان عرية دخل في العراية، فلو كان عراية اختلف مع العرية. لا ده شيخ دخل، ده دخل في باب آخر، ده راح في باب، لا باب لا المعون ويمنعون المعون، دخل في هذا. شوف شفت أنت هو بيتكلم بقى لغة، أيوة فاهم إزاي، على التجديد والتخفيف. لا احنا بنتكلم على العراية، بقى العراية كيف يجوز هذا بإجماع يعني؟ طب إيش الخلاف؟ فصلنا الخلاف وأتينا بالأدلة. ننتقل إلى أخيك لأنه لا إجابة لك، فضل أستاذ. بيع العراية لا تعلم، طب ماذا نفعل معه؟ نترك لهم ذلك؟ أكمل. قال عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقحوا. فقال رسول الله، في أحد يعرف كيف التلقيح هذا؟ ما فيش ولا واحد مزارع أو تشوق إلى أن يرى ذلك، لأن تصوير المسألة مهمة جدا علميا. في أحد يفهم كيف التلقيح؟ تعرف؟ صف لنا بالله عليك كيف يعني ذكر؟ طيب طيب يأتون بالذكر يعني الناس الإناث، وطبعا عارفوا بالتفريع أكيد بالخلقة صح؟ مش بالخلقة، بالخلقة بالخلقة نعم. طب كيف يأخذون هذا الطلع يضعونه داخل الزهرة والثمرة ولا إيش؟ بينزلوه بينصروه كوز بس نسر على النخلة ثم ذلك. جيد، هذا جيد، هذا كلام جميل. فالنسر على النخلة تلقيح الأنثى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. قال فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. هذا الذي تمسك به الإمام النووي وقال فإني ظننت ظنا، ثم قال إذا حدثتكم عن الله فإني لا أكذب على الله فخذوه. وهذا منطوق، والمفهوم إن كان التحديث ليس عن الله جل في علاه فأنتم على التخير تأخذون أو لا تأخذون. طيب قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي، ما مر لأن هذا باب كله واحد، وأتينا بالباب الثاني الذي بعده فضل النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الباب الآخر الأخير كلام على فضل عيسى عليه السلام. قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع من الثقات الأثبات صلوا له الجماعة. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق صاحب المصنف كان يتلقن أيضا في آخر عمره وعمي في آخر عمره، لكنه صاحب المصنف وثقة ثبت، فيه شيء من التشيع، فيه شيء من التشيع، روى له الجماعة. قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد، معمر البصري الذي استقر في اليمن وهو من الثقات الأثبات، حديثه في اليمن أقوى من حديثه في البصرة، أخذ عليه بعض الكلام على بعض الرواة كحديث عن هشام أو حديثي عن الزهري، فيه خلاف بين العلماء، وإن كان بعض العلماء يجعلونه من أوثق الناس في الزهري، والحق بأنه أيضا مضطرب في الزهري أو ليس يعني بدرجة مالك وابن عيينة وابن أبي ذئب. نعم. قال عن همام بن منبه، همام بن منبه الصنعاني من ثقات الأثبات، وهو أيضا من أثبت الناس في أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. نعم، روى له الجماعة.
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. نعم، عن أبي هريرة سيد المحدثين المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم ومؤخر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضائل عيسى عليه السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى المصري التجيبي، وحسن الحديث، روى له مسلم وصحبه السنن الأربعة دون البخاري، لم يكن على شرطه، هو فيه ليس بتمام الضبط. قال أخبرنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب الفحل المالكي الفقيه الحافظ، أخذ عليه الوجادة وليس بمأخذ، وهو ثقة ثابت روى له الجماعة. قال أخبرني يونس. يونس بن يزيد، هذه سلسلة أصبحت يعني المفروض الإخوة تنطبع في أذانهم هذه السلسلة. نعم، هو ثقة بن ثابت مضطرب في إيش؟ في الزهري. ممتاز. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب، هو الرواية أيضا عن الزهري، عن ابن شهاب الزهري هو ثقة بن ثابت روى له الجماعة، أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر من؟ عمر بن عبد العزيز. أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة عبد الرحمن، وهذه من اللطائف أيضا، تابعي يروي عن تابعي. أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف من الفقهاء السبعة في قول، وسالم بن عبد الله بن عمر في قول، وهو ثقة ثبت، عالم نبيل، تقي نقي، ضاع منه علم كثير بسبب جداله لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أن أبا هريرة رضي الله عنه. أنا أبا هريرة رضي الله عنه رضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء أبناء علات، وليس بيني وبين عيسى نبي. وعن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. جزاكم الله عنا خير. الباب الأول باب تأبير النخل ومرور النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يفعلون ذلك، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أجابوه قال: ما عليكم لو تركتم ذلك؟ فتركوا ذلك، حسبوا أن المسألة على الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تدل أولا من المسائل المهمة التي ألفت الانتباه لها، أولا تمام الانقياد في الصحابة الكرام الذي رفعهم، أو هذا الذي رفعهم عند ربهم جل في علاه، أنهم لا يعاودون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، إذا علموا أنه قال بشيء أو أمر بشيء أو فعل شيء فإنهم يعملونه يعني دون أدنى مراجعة. والذي حدث في صلح الحديبية من النادر، والنادر لا حكم له، ولا سيما أن المسألة الخطب كان عليهم شديدا، الخطب كان عليهم شديدا، أنهم كانوا يرون بأنهم على الحق وأن هؤلاء على الباطل، فلما يعطي الدنيا في ديننا. لكن الأصل المعلوم من الصحابة الكرام أنهم كانوا ينصعون ينقضون دائما لله جل في علا ولرسوله، عملا بقول الله جل في علا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله تعالى: وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا يدل على فضل الصحابة الكرام الذين زكاهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، وأنهم إذا سمعوا ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يسارعون إلى تحقيقه وإلى العمل به، فسمعوا ذلك فعملوا به ففسد ما كانوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ظننت ظن. الأصل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور شرعا بالبلاغ، هذا الأصل، أن الله تعالى قد أوحى إليه بشرع وأمره بعد هذا الوحي أن يبلغ هذا الوحي، يبلغ هذا الشرع. قال الله جل في علاه قولا فصلا، قال الله جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الله جل في علاه: ما على رسولنا إلا البلاغ. إنما على الرسول بلاغ. الغرض المقصود بأن هذه الوظيفة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ عن الله جل في علاه في التشريع، وأنه معصوم في البلاغ، معصوم في البلاغ، حتى السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر قط في
التبليغ الرسالة، لأن الله تعالى قد عصمه من أجل البلاغ. لذلك قال الله جل في علاه: لا تحرك. كان السلام يخشى على نفسه من النسيان، من غير ذلك من العوارض. عندما يأتيه جبريل بالوحي يحرك لسانه سريعا ليبلغ الناس حتى يؤدي ما عليه. فالله تعالى طمأن قلبه فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله تعالى ضمن له ذلك. وقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه دلالة أن السلام معصوم في البلاغ والتبليغ، وبلغ أتم البلاغ عندما قال الله جل في علا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي حجة الوداع قام النبي السلام يستشهد على ذلك ويقول: اللهم بلغت، فيقولون: اللهم نعم. فيقول: اللهم بلغت، فيقولون: اللهم نعم. فيقول: اللهم بلغت، فيقولون: اللهم نعم. فيشير إلى السماء ويشير إليهم، يستشهد بهم أنهم قد شهدوا أنه بلغ الرسالة، أتم البلاغ بأبي هو وأمي. هذا بالنسبة لأمر الآخر. طيب أمر الدنيا، الحق في أمر الدنيا أننا لابد أن ننصاع وننقاد للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا، إلا في أمور معينة. أمور الدنيا بأسرها تنصالح بالدين، الدنيا لا تستقيم ولا تنصالح إلا بإيش؟ إلا بالدين. ولكن هناك أمور في الدنيا يحكمها الممارسة والتجربة السابقة، فكلام المسلم فيها على الظن، وأيضا على حسب الإتقان في الممارسة ومعاودة هذه المسألة في الممارسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقن جدا رأي الغنم، ولا يتقن البيع والشراء مثلا تجارة، فيتقن ما مارسه أكثر مما لا يتقن ما يتقنه فيما لا يمارسه. فكان تعبير النخل من هذا الباب أنه يحتاج إلى التجربة ويحتاج إلى الممارسة. فقال النبي: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فبعض العلماء أخذها على العموم وقال: قال النبي: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا إضافة، والإضافة تعم كل أمور الدنيا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان تكلم على مسألة الطعام والشراب، وكيف يطعم وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يجامع، وأيضا كيف يختار المرأة التي يريد أن يتزوجها، في كل الأمور الجوانب الحياتية قد تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أن هذا إيش؟ ها، عموم يراد به الخصوص، هذا عموم يراد به الخصوص، ليست المسألة على كل أمور الدنيا أبدا قط، هذا عموم يراد به الخصوص. وما الخصوص؟ نقول خصوص الأمور التي فيها التجربة والممارسة والاحتكاك. هذا الذي نقول به أن المسلم إن لم يمارس، إن المسلم لم تكن له تجربة سابقة وتكلم عن ظن، فإننا نقول إما نأخذ وإما لا نأخذ. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر والحباب بن منذر يجلس والصحابة معه، فقال: ننتظر القوم هنا. فقال الحباب بن منذر: يا رسول الله، هذا وحي أوحى الله به إليك فنسمع ونطيع، أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والمكيدة. فقال: ليس هذا بمنزل. الممارسة للحباب كانت أشد أكثر من الممارسة بإيش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم قوله. فيبقى إذن الأمور، أمور الدنيا التي تكون فيها تعتمد وتتأسس على التجارب والممارسات، فهذه في النبي صلى الله عليه وسلم فيها الظن. إذا تكلم بظنه فالممارس هو الذي يمكن أن نأخذ بقوله ويكون ظن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا ظن والممارس قد قال كذا وكذا ونقدمه. أما الأمور الأخرى فالأصل أننا نسمع ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يأتي به. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني ظننت ظنا، قال: ولا تؤخذوني بالظن. هذا إظهار الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكلام كان على الظن وأنه لم يمارس، ولما تركوا قوله لقوله، فقال هذا كان ظنا، وهذا أيضا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. أظن، ويمكن الظن هذا يكون خطأ، فهذه أيضا دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله قال: إذا حدثتكم عن الله فخذوه فإني لا أكذب على الله. وكيف أكذب على الله جل في علاه؟ وقد قال الله جل في علاه: فلو تقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا لم يحدث، فهو لا يستطيع أن يتقول على الله جل في علاه. لذلك قال ملك الروم، قال هذا قيصر هرقل لما جلس وجاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان في المجلس، فماذا قال؟ قال هرقل قال: لا أراه يدع الكذب، لما سأل عنه لا يدع الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على إيش؟ على الله جل في علاه. لذلك لما قال له: يا محمد اعدل فإنها قسما يراد بها وجه الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت، خبت وخسرت إلا ما عدل أنا. وقال: أو خبت وخسرت إلا ما عدل أنا. ثم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا بالنسبة للباب الأول في هذا
الكلام على علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكلام على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. باب فضل النظر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة واضحة جدا على حب النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، وأنها أصل متأصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الناس على الإطلاق قوم يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبيعون، يعني يبيعون الأهل والمال والغالي والثمين في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ليلة ولو ساعة واحدة فدا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على أن الإيمان قد بلغ مبلغه معهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقوى الناس إيمانا أقوام لا يؤمنون إلا ببعض إيش الكتب بين أيديهم، لا أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يروا الوحي ويتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها كما قلنا أيضا فضيلة النظر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عد العلماء أن النظر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله شيء، لأن النظر للنبي صلى الله عليه وسلم صار صحبة، والصحبة زكاهم الله فوق سبع سماوات. لذلك أنت ترى الخاسر والخاسر حقا الذي أدرك الزمنين ولم إيش لم يحظى بشرف اللقية، بشرف النظر لوجه الله لوجه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم. ذلك عمرو بن العاص كان يقول ولا أستطيع أن أحد البصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبغض الناس إليه فصار أحب الناس إلي، وكانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذي يبكي بكاء لا يتوقف يخشى على ألا يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعامل الحكم السلمي أو ربيعة بن كعب الأسلمي لما قدم له الوضوء قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك. فانظر يخشى ما يخشى أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود للنظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث أو الباب الذي يليه هو الباب في كلام على فضائل عيسى عليه السلام. الأنبياء كلهم أهل فضل، والأنبياء كلهم هم أفضل الناس على الإطلاق، الأنبياء والمرسلون هم أفضل الناس على الإطلاق، فأوت الله جل وعلا في الدرجات والطبقات بين الناس، وجعل أعلاها وأسماها وأرقاها هم طبقة الأنبياء والمرسلين. وأعظم الناس على الإطلاق وأعظم الأنبياء على الإطلاق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضائل عيسى، عيسى من أولي العزم من الرسل، عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، من أعظم الرسل مكانة عند الله جل في علاه. ذكر الله جل وعلا الخمسة من أولي العزم من الرسل، ذكرهم في موضعين، ذكرهم في سورة الأحزاب، وأيضا ذكرهم في سورة أعتقد الشورى، شورى ولا الحديد الشورى، وذكرهم في الشورى سبحانه جل في علاه. هؤلاء الخمسة هم أفضل الناس وأفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق. عيسى أن له فضيلة عظمى بأنه هو الذي لاصق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في دلالة على فضل الأنبياء من بعضهم لبعض، والأولوية هنا أو قل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم الأمور ثلاثة. الأمر الأول بأن عيسى هو آخر من دل على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر من بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. قال الله تعالى واصفا عيسى عندما قال وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بأبي هو وأمي. فعيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بأن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان يكون تابعا للنبي العدنان ويحكم بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم آخر الزمان ينزل حكما مقسطا عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، وينزل تابعا لا ينزل متبوعا. والدلالة على ذلك أيضا إمعانا في هذه التبعية أنه لما أقيمت الصلاة وقام المهدي يقدمه قال لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، وصار مأموما لا إماما. الإشارة إشارة واضحة جلية على أنه نزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بها، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى. المسألة الثالثة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم أنه ما بينه وبينه نبي، لأن هذه التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابد أن نصدر بها الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، الملاصقة والمرافقة، وهو الذي جاء بعده فطر الوحي ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم قال السلام الأنبياء أخوة لعلات، الأنبياء الأخوة لعلات معناها أن الرجل الفحل، دعك من 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 رجال العصر، رجل الفحل طيب له إيه أكثر من امرأة،
يعني تزوج أكثر من امرأة. الرجل تزوج أكثر من امرأة ومن كل امرأة قد أنجب. هذه الأولاد، هؤلاء الأولاد إخوة لعلات، يعني أمهاتهم شتى، والأسد أسد واحد صحيح، والرجل رجل واحد. هذا التصوير في معنى إخوة لعلات، يعني الأمهات مختلفة والأب واحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، كيف هل الأمهات شتى من أبوهم؟ ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسرها، وتفسير الحديث في الحديث، قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. تعال بقى هنا للتأصيل العام على اللي احنا عايشينه في الزمان هذا، ويقول لك مجمع الأديان ومش عارف محبة الأديان. طب أنتم الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين واحد وأنتم تقولون أديان، نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصدقكم؟ الإجابة عندكم، نصدق من؟ لا لا دعك من ذلك، نصدق الله أم نصدق هؤلاء القوم مثلا الذين يقولون أديان 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 سموية؟ إيش الأديان سموية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينهم الجميع، ولذلك الجميع دينهم الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين إن كنتم مسلمين ومؤمنين. فموسى عليه السلام لما تكلم مع قوله إن كنتم مؤمنين، لكن هو قال أيضا في آية أخرى مسلمين، ها جاءت هذه وجاءت هذه. المسلمين جاءت في أعتقد في سورة يونس موسى عليه السلام صحيح لما تكلم مع قومه، فهنا وسماهم بإيش؟ بالإسلام، وسماهم بالإسلام. إبراهيم عليه السلام هو الذي اختار دين الإسلام، إذن الجميع دينهم دين الإسلام، دين واحد. لذلك قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا دينهم واحد لكن الشرائع مختلفة. لذلك قال الله جل في علاه جعلنا لكل لا آت الآم الأول لا لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج، هتموتوني بالحفظ بتاعكم، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج. إذن الشرائع بأسرها مختلفة في العبادات. طيب إذن بيّن الله تعالى أن لكل أمة شريعة تختلف عن شريعة الأمة التي تأتي بعدها، ولذلك الله تعالى قد شرع شرائع للمؤمنين. أنت ترى التخفيف على هذه الأمة، أولا الطهارة من النجاسة في الأثواب، كانت في اليهود لا تطهر بالماء، تطهر بالإيش؟ بالقص والمقاريد. تطهر في ديننا بالماء فقط، أيضا لا يصلون إلا في الصوامع فقط والبيع. وأما نحن قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وتهورا، الغرض المقصود. وعندنا البدائل، إذا ذهب الأصل كانت كان البدل، هم لا. وأنت تقرع باب الله تعالى في أي وقت، أي ما شئت، وقت ما شئت، كيف ما شئت، وأنت في أي محل تستطيع أن تقرع باب الله جل في علا وأن تصل نفسك بربك جل في علا. عامة الشرائع مختلفة، الشرائع شتى، نعم مختلفة، ومع ذلك قد قال الله تعالى فبهداهم اقتدي. طيب وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم دينهم واحد دلالة واضحة جدا على أن دين الإسلام الدين هو دين واحد لا أديان، وأن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله لنفسه وارتضاه الله لعباده، إن الدين عند الله الإسلام. طيب المسألة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا نزغ الشيطان يستهل صارخة. أخونا لم يقرأ هذا الحديث، ما من مولود إلا مولود إلا يستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، إلا ابن مريم وأمه، لا ما استهل ما نزغه الشيطان نزغة. فهذه فضيلة عظيمة جدا لعيسى عليه السلام وأيضا لمريم. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، يلا بسرعة، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، فتقبلها ربها بقبول حسن. فالشيطان يعني وإن كانت له نزغة لكل مولود، ليست كذلك لمريم ولا لعيسى. لكن البحث هنا، بحث بعض المحققين هل المسألة خاصة بعيسى عليه السلام وبأمه أم هي تتعدى لغيرهما من الأنبياء، أما البشر فلا، ما من مولود إلا ولا بد للشيطان أن ينزغه. أما الأنبياء، أما الكلام على الأنبياء والمرسلين هل ينزلون منزلة عيسى عليه السلام أم لا، جمهور العلماء يقولون لا ينزلون منزلة عيسى، لأن الحديث فيه تفضيل عيسى عليه السلام بهذا، وإلا فلو كانت عامة فما الفضيلة، فما الميزة؟ هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. والقاضي عياض قال بل كل الأنبياء ينزلون منزلة عيسى، ما الفرق بينهما؟ كل الأنبياء ينزلون منزلة عيسى، قد يستدل له بأحاديث،
منها أن الله تعالى قال للشيطان إن عبادي، تشريف في العبودية، إذن وأخص العباد هم من؟ الأنبياء والمرسلون، صحيح؟ قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والناس هذه السلطان، صحيح؟ وأيضا كما قال السلام فأعنين الله عليه فأسلم، والراجح الصحيح في ذلك هو قول الجمهور وأنها ميزة وفضيلة اختص بها عيسى عليه السلام واختص بها مريم رضوان الله عليها. إذن هذا بالنسبة للمسألة الثالثة. المسألة الرابعة في حديث أن عيسى عليه السلام مر ميت، المعنى مر عيسى عليه السلام على رجل سرق شيئا فنظر إليه عيسى فأنكر عليه فقال والله ما سرقت، وأقسم بالله أنه لم يسرق. عيسى إيش ده بالحسي وبالمشاهدة وباليقين قال له سرقت، قال والله ما سرقت، قال كذبت عيني وصدقتك. كذبت عيني، وهذه رفعة، هذه رفعة، من منا يفعل ده؟ أنت أصالة بتتهمه بإيش؟ باشتمام من بعد الكيلو مترات على مسألة تظن فيها أنها فيه وليست فيه. أعوذ بالله، إياكم الظن، فإن الظن إيش؟ أكذب الحديث، أحسب وأرى وأظن وأخمن، وهذا الذي نعيش فيه الآن. وهؤلاء يقال لهم عند الله تجتمع الخصوم، المصيبة عندهم كبيرة. مسألة أنه إذا خالفك هواك وعاطفتك تجعلك يعني بخرص وتخمين، تتهم في النوايا، تتهم في الديانة، تتهم في الأعراض، لن تفوت عند ربك إلا في علاه. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. شوف عيسى عليه السلام رجل سرق أمامه عيانة، ثم لما أقسم بالله قال عيسى كذبت عيني وصدقت الله. إيش صدقت الله؟ والله أوحى عليه؟ لا، لأنه قد أقسم له بالله. هذا من باب تعظيم وبر القسم، من باب تعظيم وبر القسم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف لكم بالله فإيش فصدقوه، هذا أمر، فصدقوه هذا أمر، وهذا فعل عيسى عليه السلام، وهذا من نبل عيسى عليه السلام ومن حسن خلق النبي بأنه صدق وقال كذبت عيني وصدقت الله. فلذلك نقول دائما الديانة تدل على صاحبها، إن أقسم لك بالله فصدقه. نظائره في شرعنا بسرعة، نظير ذلك أن السلام عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فنظر إليه قال سرقت، قال والله ما سرقت، قال كذبت عيني وصدقت الله. نظير في شرعنا عندنا المنافقون، النفاق يعلوهم وهو بين ظاهر، ويعلمه نسلم ولو نشاء لأرناكهم فرعفتهم بسيما ولا تعرفنهم، فذهبوا فإيش فأقسموا لنسلم فعفى عنهم واستغفر لهم فعاتبه الله جل في علاه. لكن هذا النظير هو أقسموا فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وعفى عنهم. لكن هنا نقول يرد علينا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم عيسى فعل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك عوتب، عفى الله عن كلمة أذنت لهم. إذن بعدما أتينا بالمثل لازمه إشكال، فلا بد من إيش؟ من حله. قلنا النظير أن المنافقين جاءوا فأقسموا فصدق نسلم قسمهم وعفى عنهم واستغفر لهم، ثم قال الله تعالى معاتبا عفى الله عن كريما أذنت له. طبعا عيسى عليه السلام ما عوتب في ذلك، قال صدقت الله. عند عيسى ما يجعله بالقرائن أن يغلب تصديق اليمين، وليس كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لما قال له حتى يتبين لك يبقى لست عنده هذه القرائن. عيسى كانت عنده القرائن. إيش القرائن؟ لما تجد رجلا يسرق ويقسم لك أنه ما سرق، إيش الاحتمالات التي تخرج هذا الرجل من السرقة؟ إنه إيه؟ يصفر. هو طبعا في بطن هذه الإجابة لكنك لست عندك، لكن أنت أتيت باللفظ الذي يكون فيه الإجابة، لأن فيه شبهة أن يكون هذا حقه، فيه شبهة أن المال الذي أخذه يكون إيش حقه، أو أخذه من بيت المال وله سهم من بيت المال لذلك لا يسرق. وهذا باتفاق الفقهاء أنه لو أخذ من بيت المال لا يقطع، لأنه ممكن يكون هذا إيش هو سهمه. فيبقى إذن هذا تأويل حمل عيسى عليه السلام أن يقول لا أصدق القسم دون، لأن البينة هنا. لكن لم يكن كذلك مع النبي قال له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الفوائد المستنبطة، أولا القسم من غير أن يستقسم. من وين هذه؟ هات قسم الرجل عيسى. لا بس نعم استدل بي أنا أريد صاحب التشريع، لأني سأرد عليك. طب حتى لو الرجل لا يشرع ولو سكت عيسى عنه، طيب ليس تشريعا لأنه شرع من قبلنا. الاستنباط
من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قال والذي نفسي بيده، فهنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يحمل على القسم. وفيها أيضا جواز القسم بإيش؟ بفعل الله، كما قلنا القسم قد يكون بذات الله المقدسة، باسم أسماء الله جل في علاه، بصفات الذات، بصفات الأفعال، بفعل الله. وهنا أقسم بفعل الله والذي نفسي بيده، أقسم بالوجهين، أقسم بصفة، بالصفة إيش؟ ها؟ بالصفة الخبرية باليد، وأقسم بالفعل، وهو نفسه بيده يقبضها حيث شاء ويدعها حيث شاء، والقلوب الناس على صور الرحمن يقلبه كيف يشاء. الفائدة الثانية، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع واجب. نعم، فإني لا أكذب على الله جل في علاه. أيضا من الفوائد بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا بشر مثلكم، قال أنسى كما تنسون، وفيها الظن والخرص. فإذا التي تليها جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه شرع وفيما ليس فيه شرع، جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدينية والأمور الدنيوية، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. هذه آخر الفوائد المستنبطة. جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.